السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد يعني عن كيفية تنشيط الويندوز 10 وكذا الأوفيس 2006. طريقة باش نعرف راه تعطينا بأن الويندوز ني با أكتيفي، وكاين اللي كيعطيه في البيرو راه ني با أكتيفي أو ني با أوتونتيك بحال بحال. دونك غنعطيكم واحد الفيشي اللي هو غيكون إن شاء الله في الوصف. بعض الإخوة غيطرحوا الإشكال، غيقول لك بأنه راه فيروس ولكن راه ماشي فيروس، وكيعتبروا الويندوز بأنه فيروس. لاحظوا هو كيعطينا واحد الميساج لتحت، غادي نديزاكتيفيو داك الميساج بهذه الطريقه. كنمشيو للبارامتر و تنديرو ديزاكتيفي بروتيكسيون اون طون ريال طبيعة الحال، من بعد ما نانصاليو المسائل ديالنا ونرجعو الامور كيفاش كانت. لاحظوا دابا غنفتحو يعني الفيشي اللي ما عطينا، راه كيعطينا لتحت بان راه خصك بروتيكسيون، ولكن راه ماشي اشكال. لقينا الويندوز ولقينا كذلك الاوفيس بجوج. غنمشيو للوفيس غنلقاو حتى هو ني با اكتيفي، وراه كيقول لك بانه ني با اكتيف. لاحظوا ني با اكتيفي فعلا، دونك بطبيعة الحال غنفيرميو ونمشيو نانستاليو هذا اللوجيسيال اللي هو كي تي اكتيفي الاوفيس وكا الويندوز. لاحظوا معطى علامه خضراء بمعنى بجوج راهم اكتيفي. طبيعه الحال الويندوز ما غيبان لكمش با اكتيفي تا ترو ديماريو طبيعه الحال، اما الاوفيس دو ميساج غيعطيكم بانه اكتيفي. كنرجعوا للمسائل كي كان طبيعه الحال، خليو بروتوكسيون ريال. غنمشيو للويندوز بطبيعه الحال ما غاديش نلقاو اكتيفي. دابا خصنا تنطفيو لورديناتور ونشعلوه بطبيعة الحال، غنتلاقاو من بعد ما غنروديماري لورديناتور بطبيعة الحال باش نشوفو العملية كيفاش دايرة. هذا يعني الوورد لوفيس بصفة عامة ما غتلقاوش إشكال فيه، لأنه كيت أكتيفا بلا ما كنروديماري لورديناتور كما تلاحظون. دونك كلشي خدام، ها الوورد راه خدام. دونك غنتلاقاو من بعد ما نروديماري لورديناتور بطبيعة الحال، لأن ما يمكنش نسجل في هاد وحنتا خدام. دونك من بعد ما كان روديماريو لورديناتور، تلاحظوا بان الويندوز غيعطيكم ويندوز اكتيفي كما تلاحظون هنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.